توجت توج هذا هذه الفجوة توجت بالهاجس الأمني وهو الذي أتى به الغزو العراقي إلى الكويت. هذه الفكرة العامة مالت الرسالة، وبختم بهذه الفكرة اللي ودي أنك أنت تفكر فيها. أنا عندي قناعة أن مثل ما إحنا ممكن نفهم سيكولوجيات ونفسيات وشخصيات الأشخاص باعتبار تنشئتهم، وأيضا باعتبار شيء في تركيبتهم الجسدية مثلا، فنقول أن مثلا الشخص الطويل يميل إلى أن يمارس رياضة كرة السلة، الشخص القصير بعض الأشخاص يميل إلى أن يهتم ببنيته العضلية لأن قصره مثلا في مرحلة من مراحل حياته عرضته إلى التنمر وإلى، فبالتالي اضطر أنه هو يسعى لتقوية شخصه وتقوية جسده من أجل تعويض القصر أو الضآلة وما إلى ذلك. أنا عندي أيضا نفس القناعة فيما يتعلق بالدول. ممكن فهم الكثير من سيكولوجية الدول بناء على أحجام الدول وجغرافيات الدول وتركيبة الدول الجسدية التي تؤثر على سلوكياتها. فأنا ممكن أفهم أفغانستان من خلال جغرافية أفغانستان، أو العراق من خلال جغرافية العراق، أو أمريكا وغطرستها وغرورها من خلال كبر ووسع وعظمة الأراضي الأمريكية. وممكن أن أفهم سلوكيات الكثير من الدول الصغيرة مثل الكويت ولبنان أيضا نتيجة الأحجام الصغيرة لهذه الدول. في حالة الكويت الموضوع أيضا مضاعف باعتبار أن هذه الدولة الصغيرة تقع وسط ثلاث قوى إقليمية، وبالتالي بطبيعة الحال في سلوكيات الدولة الكويتية لما أحاول أفهم هذه السلوكيات لابد أني أخذ الحجم في الاعتبار، وهذا هو الذي يؤدي إلى تضخم الهاجس الأمني في سياسة الكويت وفي دولة الكويت. وهذه الهاجس الأمني هو اللي يخليها تكون علاقاتها الخارجية قوية وتكون متوائمة وما تستعدي الدول الأخرى، ويكون في سياسة قائمة على الدبلوماسية وقائمة على العطاء وقائمة على المساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة. تجد أن ما يعني صاغ سلوكيات الدولة الكويتية والنخبة الحاكمة كان دائما الهاجس الأمني، هو الذي كان وراء طلب الاتفاقية مع البريطانيين في معاهدة الشيخ مبارك 1899، هو الذي أيضا صاغ مو بس الاستقلال ولكن علاقة الصداقة التي ستمتد لمدة 10 سنوات بعد الاستقلال بين بريطانيا والكويت، بحيث أن لو الكويت تعرضت لأي نوع من أنواع التهديد تأتي بريطانيا للدفاع عن صديقتها الكويت. وهذا طبعا حصل في 1961 لما هدد عبد الكريم قاسم، جاءت القوات البريطانية، مكثت تقريبا أشهر أو أسابيع معدودة إلى أن تم استبدالها بالقوات العربية من قبل جامعة الدول العربية. الشاهد أن الكويت دائما تفكر بأمنها ودائما تفكر في الوحدة والالتحام الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية، وتناوئ كل ما يقسم ويفتت المجتمع لأن هذا هو رأس مال الدولة. لو تفهم هذا الشيء ما راح تلوم الكويت في أنها تنظر إلى موضوع البدون على أنه هاجس أمني. يعني ربما البدون لو كانوا في أمريكا وربما مع ظروف مختلفة، يعني ربما سيكون التعامل معهم ممكن يكون بشكل نفس الشكل، ما عدم إعطائهم الجنسية لسبب أو لآخر، لكن ما راح يكون الهاجس بهذا المبالغ فيه، ولكن يبرر صغر الدولة، حجم الدولة الصغير اللي يجعلها تفكر مرة ومرة ومرات فيما يتعلق بأي رقم له مدلول أمني. في شيء أبي أقول لك إياه.